عبد الله، اليوم موضوع حلقتنا موضوع شيق ومميز جدا. صحيح. موضوعنا محلي بامتياز. عندنا مركز عبد الله السالم الثقافي، عندهم يطلقون العرض الأول لفيلم اسمه أصل الكون بالتعاون مع يعني الشركة الكويتية للاستثمار. فيلم أصل الكون هو أحدث الأفلام العلمية في مجال القبب السماوية، راح ينعرض إن شاء الله أول أيام عيد الأضحى المبارك. إحنا راح نتكلم عنه أكثر وأكثر، وراح نتكلم بأسهاب طبعا مع ضيوف حلقتنا اللي منورينا بالاستديو، الفلكي الأستاذ خالد الجمعان مدير المتحف الفلكي في مركز عبد الله السالم الثقافي، وأيضا ممثل الشركة الكويتية للاستثمار الأستاذ طلال الرشدان. حياكم الله معانا ونورتونا. يا هلا وسهلا. حياكم الله، يا هلا ومرحبا فيكم، وشرفتونا اليوم وبندردش عن هذا الموضوع، موضوع الفيلم. في البداية زميلنا خالد الجمعان هو زميل في مجال الأرصاد الجوية. صح. وقواك الله قبل شوي قدمت النشرة، لكن حياكم الله اليوم في برنامج ليلة خميس، ونتكلم عن الموضوع والفيلم اللي هو يعني أصل الكون. والفيلم هذا اللي نتمنى إن شاء الله نشوف أفلام أكثر وأكثر إن شاء الله، إن شاء الله نحضر عبد الله بإذن يعني الله. دام يبدي في أول أيام عيد الأضحى طوعف وين. لكن إحنا قبل بتردين ولا تأخرين سنة؟ لا يعني إحنا قبل طبعا لا نتكلم عن هذا الفيلم، ودنا يعني بما أن ضيفنا اللي منورنا بالاستديو الأستاذ خالد الجمعان الفلكي، ودنا كلمنا شوي عن الطقس في نهاية الأسبوع. طبعا في البداية مشكورين على هذه الدعوة الكريمة، وأنا سعيد جدا أني أكون موجود اليوم معاكم في إذاعة الكويت بهالبرنامج المميز، ومعاي أخوي طلال الرشدان اللي تعبته وياي وايد بالفترة الأخيرة، مشاوير ما بين الشركة إلى المركز، لين وصلنا لنتيجة جدا جميلة ورائعة. نتمنى أنكم تحضرونها وتشوفونها في عرض القبة السماوية. بالنسبة للجو ترى صيف الكويت المعتاد. صح، بس كنا وايد حار هالأيام، حتى مكيف سهرة مقاعد حق ترى في فرق، أنتم تعودتوا على البراد والاعتدال. صح، لان اقول لك شيء، لان ترى بهالسنه يعني حسينا شوي ان البراد طول معانا، ما ادري انا حسيت كذي فجاه. نعم. صار حر، الحرورة اللي يعني الصراحه الواحد ما يتحملها. هي موجه خلال يومين ثلاثه. أي. بعد ذلك راح ينشط الهواء الشمال الغربي، وراح تتراجع درجات الحراره وترجع الى معدلاتها ما بين 46 الى 45 درجه مئويه. اليوم كانت اجواء حاره ما بين 47 إلى 48، ممكن توصل 50 في بعض المناطق، لكن بعد ذلك راح تتراجع بنشاط الهواء. أحب أقول لكم شغلة مدام سألفتوا عن الجو وما نبي نطول في الطقس، لأن صيف الكويت المعتاد. نعم. تابعوا النشرات الجوية التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، هي الأدق. الكل مات. صح؟ بالضبط، الكل قاعد يقول أن الجو حار وكذا. ترى الإحساس يختلف من شخص إلى آخر. صحيح. بالإضافة إلى الازدحام وموقعك ومكانك، ترى على فكرة حتى العمر يأثر في الإحساس في درجات الحرارة. صح. تابعوا النشرات الجوية، راح تلقون درجات الحرارة المسجلة ودرجات الحرارة المتوقعة ودرجات الحرارة من حيث الإحساس. وتذكروا أن في موسم اسمه موسم الرطب، إن شاء الله خلال أيام بنسيكم واهي الحر والحر. احنا دائما نقول نتفائل. اي نعم، جونا بالعكس، جو الكويت المعتاد دائما نقولها حتى في النشره، صيف الكويت المعتاد، وناكد ان عندنا اداره الارصاد الجويه عندها معلومات جدا دقيقه. نعم. وايضا نقول لكم ان هي المصدر الوحيد والاساسي لمعلومات الطقس. خلنا نطلع من الطقس ونتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم وموضوع الفيلم اللي هو أصل الكون. شلون يعني هذا الفيلم اللي انتم بديتوا في انتاجه، لكن خليني في البدايه مع الاستاذ طلال الرشدان وهو ممثل الشركه الكويتيه للاستثمار. اليوم دعمكم لانتاج هذا الفيلم، كلمنا عن هذا الدعم وهذه الوقفه اللي متعودينها منكم، من كل يعني السبونسرات اللي يدعمون يعني الشباب الكويتي والاعمال الكويتيه الوطنيه. يا هلا اخوي عبد الله، حياك الله، الساعه المباركه. وما شاء الله يعني أخوي خالد ما قصر، عطاكم ديباجة حلوة عن الأرصاد. أي. ودور الحرورة مثلا أنا بسيارة نفس الشيء كنت، أو عفوا إحنا قاعدين برا قاعد أسأل عن الأجواء وكدرني قال لي الشهر هذا كله حر، ف يعني صيف الكويت. حياك الله، يا هلا وسهلا، انا ما عندنا مشكله بعد، ولكن خلنا اقول لك شنو دور الكويتي استثمار مع مركز عبد الله السالم الثقافي. طبعا انت تعلم يعني مركز عبد الله السالم الثقافي صرح يعني. صحيح. صرح مش بس بالكويت والخليج، لا على مستوى عالمي. نعم. فبالتالي احنا كنا حريصين كشركه كويتيه استثمار على التعاون مع هذا الصرح، لأنه بالنهاية المردود بيرجع للكويت وأهلها والمقيمين اللي عايشين فيها.
والشباب طبعا اللي هو التارجت مال الكويتي الاستثمار اللي هو الاساس اللي هو الاتجاه. فيات الفكره كان اخوي خالد سويت اتصالاتي مع ولد الحلال وكان مرحب جدا في مدى التعاون ومدى التعاون ما بين الطرفين، وتبلور يعني هذا الفكر الى ان وصلنا الى 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 التعاون في اول تعاون، وان شاء الله يستمر التعاون في القبه السماويه اللي شاهدنا فيها الفيلم، اللي مثل ما يعني سولفنا من ساعة قبل لا نطلع هوا عن الـ 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 عن هذا الفيلم وعن يعني مدى الحرص على وجوده على أساس يستفيد منه الأجيال، خاصة تستفيد منه الأجيال، خاصة بأن هذا الفيلم راح يفتح لنا آفاق كثيرة في مجالات عدة أخوي عبد الله. نعم. خليني أرجع لخالد ونكلم عن خليه يكلمنا ويكلم السادة المستمعين عن يعني الفيلم أصل الكون، اللي هو شلون كانت بدايته والاستعدادات لهذا الفيلم ان انتم تنتجون من هذا النوعيه من انواع الافلام. في البدايه القبه السماويه تعتبر اكبر قبه سماويه مو فقط في الكويت، في الكويت والمنطقه. هذه القبه قطرها 20 متر وهي فريده من نوعها ومميزه، طريقه العرض فيها مختلفه وهي مختبر للفلكيين، نقدر نعرف فيها ماضي النجوم وحاضرهم ومستقبلهم. لذلك الدعم اللي وصلته والتعاون اللي كان مع الشركة الكويتية للاستثمار مشكورة، يعتبر تعاون مميز وعلى فكرة هو الأول من نوعه في الكويت. عدل. جميل. فهي أول مرة تتم رعاية لفيلم تعليمي وفيلم علمي متخصص على هذا المستوى وفق هذا النظام اللي هو نظام العرض اللي هو 360 اللي هو اللي يكون الأبعاد كاملة في القبة السماوية، هو الأول من نوعه في الكويت. صح. كان من الشركة الكويتية. تواصلت مع أخوي طلال الرشدان وكان اجتماعات مطولة وخذت عملية أن ننقي الفيلم ونختاره، ورعينا في معايير معينة، اختيار الشركة المناسبة للإنتاج، نوعية المعلومات وجودتها، الجهات التي تعتمد هذه المعلومات بحيث أنها تكون معلومات حديثة، الأمر الآخر أن هذا الفيلم يكون متماشي مع فئات عمرية معينة. هذا الأمر كله مرينا فيه بمراحل إلى أن تم اعتماد هذا الفيلم واختياره بالتعاون والتنسيق مع الشركة الكويتية للاستثمار. تم إطلاق وتدشين هذا العرض بداية مع الشركة الكويتية للاستثمار، وبعد ذلك احنا نسعى للجمهور نوصل لهم هذه ونوصل لهم هذه الرعاية بإذن الله مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. عدل. لكن أستاذ خالد يعني وأستاذ طلال، ودنا نعرف شو اللي خلاكم يعني تفكرون بهذه الفكرة، شلون جت على بالكم؟ القبة السماوية جهاز مميز، هي مختفى يعني شيء مميز للفلكيين. أنتم عارفين أن علم الفلك وعلم الفضاء العلوم الحديثة والعلوم اللي تتطور بشكل مستمر، وهي علوم المستقبل. نعم. الكل يتوجه إلى المستقبل حاليا. تكنولوجيا الفضاء موجودة في دينا، موجودة في تليفونك، موجودة في السيارة، موجودة في وسائل وتطبيقات صح. عديدة ما حد فكر فيها من قبل. هدفنا الأساسي كمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وهو الهدف اللي التقينا فيه مع الشركة الكويتية للاستثمار، اللي هو رفع مستوى الثقافة والثقافة العلمية، حيث يكون لدينا جيل واعي ومثقف ومدرك للحقائق العلمية. يهمنا أن احنا نواكب. صحيح. وهذا الأمر الأساسي اللي كان أحد أسباب التعاون، بالإضافة إلى الرسالة المشتركة اللي بنوصلها للجمهور. وأهم شيء كان عندنا مثل ما تفضل أخوي الرشدان في بدايته وأكدنا على جزئية في استماعاتنا السابقة، يهمنا الأثر. يهمنا قبل الفيلم، قبل أي عملية، قبل أي تعاون مشترك، يهمنا حجم الأثر للجمهور. القبة السماوية فيها 100 كرسي وفيها عروض مستمرة بشكل يومي. صح. فيها عروض من الساعة 8 الصبح أو من الافتتاح، من نقدر نقول من 8:30 وحتى إغلاق المركز الساعة 8، العروض مستمرة. فهي كمية من المعلومات مستمرة في العرض على مدار الأسبوع حق جميع الأعمار. الفيلم هذا راح يتماشى مع الفئة العمرية من 15 سنة تقريبا إلى المتخصصين. طريقة كتابة السيناريو يختلف عن الأفلام العادية، هل هو يعني أحد مؤلف القصة ولا استنتجوه من كتب علمية للفضاء والنجوم وعلم النجوم فرسمتوا عليه هذه القصة وهذا السيناريو لإنتاج هذا الفيلم؟ الأفلام العلمية والسيناريوهات مالتها تختلف عن الأفلام الأخرى، وهذا ما يميزها. الأفلام العلمية لا توضع من أشخاص عاديين، توضع من أشخاص متخصصين
متخصصين على قدر عالي من العلم، وأيضا تكون معتمدة من جهات عالمية ودولية مثل اتحاد القبب السماوية اللي هو IPS International Planetarium Society. وبالمناسبة القبة السماوية والفيلم المدعوم من الشركة الكويتية للاستثمار موجود ضمن هذا الاعتماد، بالإضافة للIAU اللي هو الاتحاد الفلكي الدولي. كل هذه الجهات مصادقة على الفيلم ومحتواه العلمي. عدل، يعني أستاذ طلال الرشدان، بما أنك ممثل الشركة، ودنا نعرف شلون تم اختيار الاسم الفيلم؟ نعم، هو بالحقيقة يعني يوم يعني أخي خالد وعرض علي أكثر من شغلة على أساس اختيار الفيلم، فشفنا أن إحنا اليوم الاتجاه في الكويت وخاصة لفئة الشباب اللي إحنا ندعمهم بشكل مستمر، وهم يعني احنا خذينا سلوغن خلال السنوات الاخيره اللي هو استثمارنا في شبابنا، فاتضح بانه يعني احنا مندفعين او العالم بشكل عام مندفع نحو الفضاء واهميه الفضاء وعلوم الفضاء، وحصلنا ان هناك محتوى بهذا الفيلم. تمام، هذا المحتوى يعني حط على بالنا او يعني خلى على عاتقنا مهم ان نحرص على نوعيه الفيلم وعلى شكل الفيلم وعلى مدى استفادة الشباب اللي هم من 15 سنة وطالع تقريبا، هم اللي يحبون يبحثون، هم اللي يحبون يدورون ويطالعون، فأصبح الاتجاه إنه هذا الفيلم هو اللي راح يختار، خاصة إنه راح يستمر لمدة سنة على فكرة، ترى من بعد من عيد الأضحى وراح يستمر سنة، فبالتالي أكبر عدد من الشباب راح يشوفه وأكبر عدد من الناس راح يشوفه، وبالتالي هذا يفتح لنا إحنا كشركة كويتية استثمار آفاق كثيرة بأنه نطور من الفيلم، نطلع إلى ممكن نطلع إلى أجزاء أخرى، إلى مش بس أجزاء، ممكن نرعى شيء أيضا يخص الفضاء وعالم الفضاء. صح. ممكن نلقى مواهب، أنت تدرين تماما بأن الكويت ولادة تماما جميع الأنشطة بشكل عام، يعني التعاون مع الأخوان في مركز عبدالله السالم. عدل، زين ايش كثر مدة الفيلم؟ سنة يا جماعة. لا عفوا، مدة الدقائق 16 دقيقة. شوية مثل ما تفضل 16 دقيقة مدة الفيلم، أما مثل ما تفضل الأستاذ طلال الرشدان هو لمدة عام كامل. اللي هو حقوق عرض الفيلم. على فكرة هذه الأفلام تعتبر أفلام خاصة، طريقة عرضها مختلفة عن عرض الأفلام، في لايسن معتمد، في حقوق ملكية فكرية لمؤسسات علمية دولية، لذلك مدة هذا العرض لمدة عام كامل، وهي فرصة أتاحتها لنا الشركة الكويتية للاستثمار بعرض هذا الفيلم المميز. زي شلون طريقة الحجز مثلا، حجز الفيلم؟ قبل لا أتكلم عن الحجز نسيت أجاوبك أصلا. لما قلت لي مدة العرض 16 دقيقة قليلة، ليست بقليلة، لا صح، مو قليلة، صح. أفلام القبة السماوية تتراوح ما بين 15 و16 دقيقة، وكحد أقصى 25 دقيقة. إحنا مركز ثقافي تعليمي بنفس الوقت، هدفنا أن نوصل المعلومة بطريقة جميلة ومختلفة. احنا نوصل لك المعلومات العلمية لكن ليست عن طريق التعليم، عن طريق التعلم الأفلام. بصورة مختلفة. صح. احنا مو مدرسة، احنا مركز ثقافي تعليمي. صح. فهدفنا ان نوصل لك المعلومة بطريقة تجذبك، تشوقك. صح. ما تكون مملة. صح. وعلى فكرة يعني انا حتى مساع يوم قلت لك قليلة 16 دقيقة، لا مو قليلة، تدري ليش؟ لانه هو الفيلم يعني اصل الكون، يعني فيلم يعني عن القبب السماوية وعن الفضاء، فما اعتقد اذا طالت المدة يمكن حتى المشاهد راح يمل. بالضبط. لكن لما يكون 16 دقيقة فيها تشويق وفيها نوع من الإثارة وأيضا الحماس. نعم. فبالعكس اختيار موفق للأمانة. هو يحسب من الأفلام الوثائقية عدل تقريبا يعتبر اي نعم تعليمي وثائقي. احنا مستمرين معكم بسوالفنا عن موضوع حلقتنا اليوم واللي هو راح يعني نتكلم عن هذا الفيلم أصل الكون، لكن بنريحكم شوي بفاصل ونرد إن شاء الله نكمل هذه السوالف مع السادة المستمعين. حالي سر
بخير وطيب حالي على احسن ما يرام. اللي مر له صدق حرك فكرك الغام من أحلى الليالي ليلة الخميس على إذاعة البرنامج الثاني. رجعنا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام مع برنامج ليلة الخميس، وما زلنا مستمرين مع ضيوفنا الأستاذ خالد الجمعان مدير المتحف الفلكي في مركز عبد الله السالم الثقافي، والأستاذ ممثل الشركة الكويتية للاستثمار الأستاذ طلال الرشدان. قبل لا نطلع هوا قلنا بنكمل في دردشتنا وموضوعنا عن هذا، يعني موضوع هذا الفيلم اللي أنتوا أنتجتوه، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه من خلال برنامجنا اليوم احنا نسوي لكم هذا الدعم واقل ما نقدمه لشبابنا الكويتيين على هذه الاعمال اللي كلنا اليوم نتشرف فيها. لكن الموضوع انه في الكاتب الامريكي اللي هو كارلوس ساغان، هو كاتب ومؤلف كتاب الكون، الف وكتب كتاب وهو عن علم الفلك، وهو عالم بالفلك امريكي من ابرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك والفيزياء الفلكيه وغيرها من العلوم. يتكلم الكتاب عن هذا الكون مثل ما أنتوا قاعد تقدمون اليوم الفيلم، لكن سبحان الله المشابه أن هذا المؤلف وكتب الكتاب تكلمت عنه جميع الصحف العالمية وأنتجوا له مسلسل شافوه ملايين الملايين بكل قوة. ليه بسبب هذه الفكرة، فكرة الكاتب شلون وصل وحصل على هذه المعلومات؟ مثل ما قلت أستاذ خالد أن الأفلام هذه محتاجة دقة ومصادر دقيقة، ما هو فيلم ترسم على خيال اللي او تكتبونها علماء. بالضبط يكتبونها علماء. فاليوم فيلم يعني اصل الكون، شلون شفتوا عرض الافتتاح والتفاعل والتكريم في بدايته؟ اصل الكون قصة تروي بداية الكون من بداية الجزيئات من البيج بانج اللي هو الانفجار العظيم. نعم. وبعد ذلك تطور الجزيئات هذه والاندماجات النووية اللي صارت وتشكل النجوم والكواكب الى وضع الكون والمجرات اللي نعرفه حاليا تشويق ونشوفه. أي تحبون الاكوان المتوازيه؟ تؤمنون في اكوان ثانيه؟ والله يعني في كون ثاني، يعني في كون ثاني ساعات. نفس الكره الارضيه اللي عايشين فيها هي ممكن في اكوان ثانية. بس ان فيها حياه الله اعلم، عن طريقكم ممكن نشوف شغله احنا ما نعرفها، معلومات جديده نكتشفها ان شاء الله اذا حضرت. بلا انا استعدت اشك في اشخاص مثلنا يعني موجودين بكون ثاني مثلي انا والاستاذ طلال ومثلكم موجودين بكون ثاني. ممكن ليش لا؟ هذه التساؤلات اذا شفتوا الفيلم وركزتوا فيه وفي المعلومات اني راح اجاوبكم جزئيا عن هذا السؤال. ما راح اجاوب ولا راح اتكلم عن شيء انا اعرفه او شيء انا مقتنع فيه، لكن انا ابسط لكم المعلومه فقط. الفيلم يروي تاريخ الكون وبدايته والانفجارات والجزيئات الأولى من بداية انفجار العظيم إلى تشكل المجرات والنجوم والمجاميع النجمية بما فيها مجموعتنا النجمية وأيضا كوكب الأرض وما وصل الإنسان من تقدم خلال هذه الفترة. عدل زين، احنا ودنا نتكلم شوي عن عرض الافتتاح والتفاعل اللي شفته. الافتتاح كان التعاون، انا ابي اسلط الضوء على جزئيه جدا مهمه. تفضل. كلنا مؤسسات حكوميه تابعه للدوله. نعم. جدا جميل التعاون هذا، والتعاون اللي صار بيننا وبين الشركه الكويتيه للاستثمار وايضا وسائل الاعلام اللي يتغطت منها تلفزيون الكويت واليوم احنا بالاذاعه، يؤكد على جزئيه تعزيز مؤسسات الدوله ودورها. أكيد. والتعاون المطلوب، وهذا الشيء اللي احنا جدا فخورين فيه ان احنا قاعد نتعاون بهدف مشترك واحد كلنا. صح. الاعلاميين، المراكز الثقافيه برسالتها،
المؤسسات والشركات صاحبة الدعم اللي على المستوى. طبعا الشركة الكويتية غنية عن التعريف، لها تاريخ قديم في التأسيس، يتكلم عنه أخونا الأستاذ طلال الرشدان عن تاريخ المؤسسة وتاريخ الدعم. واليوم الدعم ما كان فقط لشخص ولا لمجموعة، إنما دعم لجمهور كبير جدا بمختلف الشرائح العمرية، وأيضا في دعم آخر أكبر أن أنت قاعد تدعم مسيرة الثقافة والعلوم في الكويت. الدعم اللي وصلنا اليوم خلانا إحنا في مصاف القبب السماوية المواكبة اللي لديها أفلام حديثة. وهذا ينفعنا إحنا كمسؤولين موجودين في مراكز ثقافية وفي متحف فلكي وعندنا قبة سماوية، أنه خلاني في التصنيف مستمر. وأمر مهم بالنسبة لنا أن التصنيف والمستوى يكون على أعلى مقدار، وهذا يرفع مكانة الكويت ويعززها على مستوى دولي. صحيح أستاذ خالد، هذا كلامك هذا يأخذني أستاذ طلال، واللي أوجه له سؤالي أنه اليوم أنت كداعم لهذا الفيلم، إحنا عارفين أن دائما السبونسر أو الشركات الداعمة لازم يكون في إيمان مطلق بهذه الفكرة عشان أعرف ليش أنا دعمته وشنو الحاصل اللي أنا راح أجنيه من دعمي لهذا المنتج أو هذا الشخص. اليوم انطلاقكم وإيمانكم اليوم بهذه الفكرة، كلمنا عنها. طيب إذا تسمح لي أخي عبد الله أجاوب أول شيء آلاء حول الانطباع اللي صار في أول عرض، هذا المفروض إحنا نجاوب عليه لأن إحنا اللي كنا حاضرين. فشاهد اسمحي لي الآلاء ما أخذ قلبي آلاء معدتنا النشيطة ما شاء الله تبارك عسى الله يحفظها. فشاهد إذا سمحتي لي الأول عرض كان لنا إحنا كموظفين شركة الكويتية استثمار، وبالفعل المشوق إن إحنا ما مر علينا، يمكن أغلب الموظفين ما مر عليهم مثل هذا الأمر. حرصنا بعدها جزاهم الله خير في مركز عبد الله السالم، الشيخ عبد الله السالم الثقافي، انه ياخذونا في جوله بعدها على اساس نعرف بالضبط الفيلم اللي احنا حضرناه يتكلم عن شنو، شنو الكون، عباره عن شنو، شنو مركبه فضاء، شنو هذا. فكان بالنسبه لنا له تاثير قوي ولصدى طيب لحد اليوم يتكلمون فيه، علما بان احنا ترى شايفينه من 4-5 سنين 5 ايام. فهذا الانطباع، احنا نقدر نقول شو الانطباع أكثر من أصحاب المكان. صح. فكان شيء غريب علينا وكان شيء جديد علينا، وكان هنا وترك عندنا تساؤلات كثيرة، الحمد لله أنا جاوبوهم الشباب الأخوة. يعني كان في تفاعل جميل جدا. نعم نعم حقيقة، يعني المفروض كانت رحلتنا كلها على بعضها ساعة، تقريبا امتدينا إلى أكثر من ساعتين. فهذه نقطة راح يصير أكيد عقب العرض، يعني راح يصير نقاش، تصير نقاشات، ورحنا على يومين على فكرة. يعني عشان بس أبين لك إن رحنا، يعني إحنا كموظفين رحنا على يومين على أساس اللي قاعد يقول، يعني اللي قاعد يقص القصة حق الثانيين تشوقوا إنه يروحون عشان يشوفون هذا الشيء. فهذا شيء. أنا تشفقت صراحة وتشوقت، ودي الحين أروح لهذا الفيلم. يعني حاط بالي للأمانة ضروري إني أنا أروح هذا الفيلم. مهم. يعني شيق للأمانة، يعني شيء غريب، أصل الكون وقبب سماوية. مهم. يعني شغلات جميلة. يعني إيمانكم اليوم منطلق من يعني انطلاقكم بثقتكم بأستاذ خالد والفريق اللي يعمل معاه في إنتاج هذا الفيلم. نعم. وتصويره لكم دشوكم في تفاصيله، وصلكم لنقطة الاقتناع اللي أنتوا وصلتوا فيها إلى هذه النقطة. أكيد. إنكم تكونون سند وداعم لكل الشباب الكويتي اليوم. أكيد أخوي عبد الله، وبعدين إحنا ككويتي استثمار هذا دور اجتماعي تجاه المجتمع. يعني واليوم مثل ما قالك أخي خالد إنه لابد إنه يكون هناك تعاون ما بين الجهات هذه. فإذا إحنا اليوم ما دعمنا إحنا وياهم، عندنا رسالة، والرسالة هي دعم لهذا الشباب، دعم ونفتح آفاق جديدة، خلي يشوفون، خلي يعرفون إحنا إذا عنا شيء جديد. لكم من اسمكم نصيب، الكويتية. صح. الكويتيين، حق الشباب الكويتي، الدعم اليوم كله لشبابنا وبناتنا، إنه انطلقوا، الدولة مو مقصرة ما أعطتكم هذه المساحة بهذا الدعم وبهذه القوة اللي يعني ما بي أقول مستحيل نلاقيه في دول، الدول قاعد تدعم لكن بطرق أخرى، لكن الكويت اليوم بهذه الرؤية الجديدة بهذه الانطلاقة الجديدة بدعم الأول في هذه الدولة، حضرت صاحب السمو سيدي الشيخ مشعل أحمد بن جابر الصباح الله يحفظه ويطول عمره، والقيادة السياسية ممثلة في الحكومة. اليوم هذه الانطلاقة الجديدة اللي نشوفها إن شاء الله كويت جديدة في المستقبل المبهر، ونرد مثل ما كنا اليوم بدعمكم لهذه الأفلام. أهداف مثل يعني أستاذ خالد، الهدف من أنتو تنتجون هذا الفيلم أو النوعية من الأفلام؟ الأهداف عديدة، لكن أذكرها على نقاط. أول شيء نرفع مستوى الثقافة
والعلوم خاصة في مجال علم الفلك والفضاء لدى المجتمع، وهذا أمر جدا مهم. نقضي على وقت الفراغ اللي موجود للشباب، وهي رسالة ندعوهم فيها إلى مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي وتحديدا المتحف الفضاء والقبة السماوية للتعرف على إمكانيات الدولة التي وضعتها من أجل وسخرتها من أجل رفع مستوى الثقافة والعلوم في الكويت، وأيضا الأمر اللي يبين ويأكد حرص الدولة على دعم مسيرة العلم والثقافة وأنها تهتم بالشباب بشكل كبير. وهذا طبعا الاهتمام تترجم بهذا المركز الضخم العملاق اللي يعتبر أكبر مركز ثقافي ليس في الكويت إنما في الكويت والمنطقة، بستخيل معاي مساحته 130 ألف متر مربع، فهو مركز ضخم جدا. الدولة ما قصرت، وضعت هذه المراكز من أجل الشباب، وضعت فيها العديد من الأجهزة والمعدات والمحتوى العلمي الخاص والدقيق، وأيضا اللي تم إنشائه وجمع هذه المعلومات من قبل متخصصين ولجان علمية. حرصت الدولة وحرص أيضا الديوان الأميري على أن تكون جودة المعلومة ممتازة، وأيضا أن تكون طرق عرض المعلومة حديثة وأيضا تفاعلية مع الجمهور، وهذه طبعا أحد الأهداف، الاستمرار في التطور والمواكبة. هذا أمر جدا مهم بالنسبة لنا، وأمر أكثر أهمية بالنسبة لنا أن أثر أي عمل نسويه يكون ملموس وواضح على المجتمع، وأن يكون هذا الأثر حديث ومواكب لما يحدث من حوله من تطور سريع في مجال العلوم. أكيد، وإحنا نتمنى لكم بعد التوفيق للأمانة أستاذ خالد، وإن شاء الله توصلون يوصل هذا الفيلم لدول الخليج وأيضا يوصل للعالمية يعني بعرضه. لكن بما أنك مدير المتحف الفلكي في مركز عبد الله السالم الثقافي، ياريت لو تكلمنا عن تطوير هذا المتحف. المركز حديث، خطة التطوير موجودة، لكن المركز حديث ولا يزال هذا المركز شاب ويافع، وفي الحديد من المعلومات اللي ممكن نستفيد منها ونستغلها. أيضا احنا عندنا تحديث بشكل مستمر من خلال البرامج والورش والتعاونات، مثل التعاون الأخير اللي صار مع الشركة الكويتية للاستثمار وعطونا فيلم جديد لمدة سنة، واحنا دائما نجدد الأفلام اللي موجودة في القبة السماوية اللي موجودة عندنا، وأيضا في المسارح والمحاضرات المتنوعة ليس في متحف الفلك والفضاء فقط إنما أيضا في المراكز والمتاحف الأخرى. فلذلك احنا التطور عندنا مستمر من خلال البرامج المتنوعة. نعم، احنا للأمانة يعني الحديث جدا شيق جداً معاكم، واستمتعنا، وأصلا فجأة شفنا الوقت داهمنا، لكن ودنا يعني بكلمة أخيرة حابين تقولونها أو رسالة حابين توجهونها لنائب رئيس العلاقات العامة والإعلام الأستاذ طلال الرشدان. والله أشكركم بالبداية، وأشكر إذاعة دولة الكويت، وأشكر أخوي خالد واللي أتاحوا لنا الفرصة أن نعرض الفيلم بمركز عبد الله السالم الثقافي، كذلك يعني بالشركة الكويتية للاستثمار داعم أول وأخير للشباب ولجميع المشاريع التنموية أو العلمية أو التربوية اللي تهدف إلى الارتقاء في الشباب الكويتي بشكل عام. وإحنا على قولتهم بالكويت، إحنا على يمناكم، احنا على يمناكم في كل ما يخص الدعم الكامل تجاه نجاح شبابنا، لان بالنهايه هؤلاء الشباب هم ممثلنا الحقيقي وهم مستثمارنا الحقيقي. وشكرا لكم، يعطيكم العافيه، الامانه جهود تشكرون عليها. التعاون جدا مميز وجميل لأنه كان بين مؤسسات الدولة، وهذا أمر جدا مهم بالنسبة لنا أن نعزز دور المؤسسات في الدولة من خلال التعاون المشترك اللي يكون نتيجته أثر واضح على المجتمع. فهذا التعاون كان جدا جميل ما بين المؤسسات الإعلامية، الشركة الكويتية للاستثمار، المركز الثقافي اللي تنطلق منه المعلومات للجمهور. الكلمة الأخيرة اللي وجهها، تعالوا زوروا الفيلم، استمتعوا فيه، تعالوا شوفوا الدولة حطت مركز رائع جميل في مساحات الداخلية والخارجية، تعالوا استمتعوا بهذا المركز الضخم والعملاق واستفيدوا من المعلومات والأجهزة اللي وفرتها الدولة لكم. عدل، لكن ودنا نعرف قبل لا نختم شلون يعني التواصل وياكم، وشلون نعرف متى ينعرض والساعة كم؟ إن شاء الله بإذن الله راح يكون أول أيام عرضة للجمهور خلال عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله. راح تلقون تفاصيل هذا الفيلم، المواعيد والأوقات وأوقات الزيارة وجميع عن طريق جميع الموقع يعني؟ عن طريق الموقع الإلكتروني وأيضا وسائل التواصل الاجتماعية التابعة لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي. تابعونا، هذا اسم الموقع. أي نعم، تابعوا مركز الشيخ عبدالله السالم.